لحضراتكم انه في موضوع الحقيقة انا بالنسبة لي لما قريته حسيت انه ليه؟ يعني لما الخبر يطلع بيقول لك عمرة بالمناسبة عمرة رجب، كل سنة وحضراتكم طيبين، هتبدأ يوم 15 فبراير، المفروض تكون اتحددت الأسعار. فلما أقرأ خبر بيقول إن العمرة ممكن توصل ل 75,000 جنيه، فلازم أسأل ليه؟ يعني إيه اللي حصل؟ وإيه الأسباب اللي تخلي إن العمرة توصل ل 75,000 جنيه؟ وبقى عندي فضول أعرف كم عدد اللي هيطلعوا وليه هم زادت الأسعار بالشكل ده، والكلام اللي مكتوب الحقيقة هناقش فيه على التليفون الأستاذ باسل السيسي عضو غرفة شركات السياحة.